يا صاحب العرش والكرسي والملك، سبحانك سبحانك ولا تقال إلا لك. رضينا بالله ربا واحدا لا شريك له، ورضينا بالإسلام طريقا ومنهاجا، ورضينا بحضرة النبي العظيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نبيا ورسولا، شاهدا ورائدا، إماما وشفيعا. من ديوان عام المرحوم الحاج عبد الظاهر أبو خاطر في الذكرى السنوية الثانية، والتي نجتمع في هذا المحفل القرآني البهيج، فقد استمعنا إلى آيات بينات من فضيلة مولانا القارئ الكبير الشيخ عثمان عساكر، حياه الله وأطال عمره ونفعنا بتلاوته. وها نحن جئنا الآن لنعيش هذه اللحظات في هذا المحفل القرآني البهيج، لنتذكر ونذكر، فإن الرجل كان رجلا طيبا مباركا، وكان رجلا عظيما، تغمده الله عز وجل بواسع رحمته وفيوضات إكرامه. في سيرة حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أن الصحابة اجتمعوا عنده ذات يوم وحان وقت صلاة المغرب، فأذن بلال وأما النبي الرجال، وصلاة المغرب قراءتها جهرية، وأعظم من نطق بالقرآن الكريم النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. اصطف الناس وكبروا تكبيرة الإحرام، وبدأ حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الفاتحة، واستفتح آيات بينات من سورة إبراهيم. وفي تلاوته المباركة قرأ قوله تعالى: واصفا ما كان بين أهل الإيمان وأهل الكفران، وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم: لنهلكن الظالمين، ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وإذ بشاب من الأنصار يسقط من الصف على الأرض، فأتموا صلاتهم وما زال جثة هامدة على الأرض. فلما حدثوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسرع إليه وقلب أطرافه، فوجده قد فارق الحياة الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الشاب الأنصاري: هنيئا لك الجنة، هذا الشاب له الجنة. فتعجب الصحابة
وقالوا يا رسول الله أتبشره من بيننا؟ كنا نصلي كما كان يصلي، واستمعنا إلى القرآن من فمك الشريف كما استمعه، أتبشره من بيننا؟ قال نعم نعم نعم، أولم تسمعوا إلى قول الله عز وجل: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. إذن الذي بلغ هذا الشاب الأنصاري الجنة وينال التبشير من فم الهادي البشير صلى الله عليه وآله وسلم، إنما هي درجة الخوف. والسؤال الذي يحيرنا جميعا: كيف يخاف الصحابة ونحن لا نخاف؟ كيف توقفوا ونحن ما زلنا في خوض نلعب؟ آيات بينات تليت، فإذا بهذا الشاب الأنصاري لا يحتملها ويخر مغشيا عليه، حتى إذا ما أنهوا صلاتهم قلبوه فوجدوه قد أسلم الروح إلى بارئها. فبشره حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة في الحال، قبل أن يغسل وقبل أن يكفن وقبل أن يصلى عليه وقبل أن يقبر. وكان هذا مثارة تعجب ممن حضر الصلاة: يا رسول الله أتبشره من بيننا؟ قال نعم، لأن درجة استقباله للقرآن كانت أكبر من استعدادكم، لأن آيات القرآن الكريم وقعت في قلبه فولدت لديه الخشوع والخضوع والتذلل والإخبات، فلم تقوى روحه على التحمل ففرت وتركت جسده جثة هامدة على الأرض. وهذا من حسن الختام. لقد كان الصحابة وقافين أمام حدود الله بكائين من خشية الله، وكيف لا يخافون وعلى سيدهم ومن بينهم نزل الوحي المبارك؟ كانوا أهل أدب وأهل خشية، وكان عندهم الخشوع والخضوع والتذلل والعبادة لله. رضي الله عنهم جميعا. وإن كلما قلبنا صفحات في سيرتهم العاطرة وجدنا أن الخوف يسيطر على الكبير منهم والصغير، لأنهم وصلوا إلى مرحلة اليقين في الدين. ومتى نصل إلى اليقين؟ إذا امتلئت القلوب بالخشية، إذا فاضت العيون بالدمعة، إذا اهتزت الأركان والأعطاف من جسد الإنسان. لأن الخوف إشارة على أن العبد محط أنظار الله، على أن العبد امتلئ خشية من الله. نعم، لا شك كان سيدنا أبو بكر رضوان الله عليه من شدة خشيته في أحايين كثيرة وهو يصلي الصلاة الجهرية، فلا يعرف من خلفه في أي آيات القرآن يقرأ لكثرة بكائه وهناته وتساقط دموعه. كل ذلك خشية لله، مع أن رسول الله قد بشرهم بالجنة واحدا بعد الآخر فرادى وجماعات،
ذكورا وإناثا، لكنهم كانوا أهل أذنب، لكنهم كانوا وقافين أمام حدود الله. سيدنا أبو بكر يدخل في خلوته ويخرج لسانه ويمسكه بأصابعه، وأحيانا يضربه بالسبابة من كفه ويقول له: أنت أيها اللسان الذي أوردتني المهالك. يحاسب نفسه وهو الصديق، وقاف وهو الخليفة لرسول الله، وهو الآدمي الوحيد الذي ائتمنه النبي في حياته أن يصلي إماما بالمسلمين. كانوا وقفين أمام حدود الله، وفي أحيان كثيرة كان يهتز ويبكي في خلوته ويبسط كفيه ويقول: يا رب لا وزير لك فيؤتى، ولا حاجب لك فيرشى، وليس لنا ملجأ أو منجى منك إلا إليك. كلمات واضحات سهلة ومفهومة ومهضومة، ما خرج من القلب دخل القلب، وما كان من اللسان فإنه لا يغادر الآذان. سبحانك ربي إلهي ومولاي لا وزير لك فيؤتى، ولا حاجب لك فيرشى. لو كان لك وزيرا لذهبنا إليه، ولو كان لك حاجبا يرشى لرشوناه، لأعطيناه، لأرضيناه. لكنك يا رب جللت عن اتخاذ الصاحبة والولد، واستغنيت عن المستشارين والوزراء والنواب والحجاب والحراس، فأنت مالك الملك وملك الملوك. نعم، الصديق يخشى ربه ويخافه. جاء بعد الصديق عمر، وما أدراك ما عمر؟ إذا أردت أن تزلزل عمر جبار الجاهلية وعملاق الإسلام فقل له: اتق الله يا عمر. يتحول كالعصفور المبلول، كالطفل الصغير من خشية الله عز وجل. يا لهم من رجال كانوا وقافين عند حدود الله، وكانوا بكائين من خشية الله. عمر، وما أدراك ما عمر، ثم ما أدراك ما عمر. حولهم الإسلام من النقيض إلى النقيض، من السيء إلى الحسن. وإذا باشرت مسألة الإيمانيات القلوب، صار الإنسان من السيء إلى الحسن، ومن الحسن إلى الأحسن، ومن الفضيل إلى الأفضل. عمر الذي كان يصارع الفتية والصبيان في سوق عكاظ، وكان فارسا لا يشق له غبار، وهو المهاجر الوحيد الذي هاجر في العلن بعدما صاغه الإسلام صياغة جديدة، كان لا يتحمل بكاء الصبي الصغير، لا يتحمل بكاء الصبي الصغير، ويتحمل كل صاحب مقالة في الحق ويقف أمامها صاغرا، لأن قلوبهم امتلأت بخشية الله.
لأن العدالة تمكنت من هذه النفوس، فأصبحت العيون تدمع، وأصبحت القلوب تخشع، وأصبحت النفوس تقنع، وأصبحت القلوب تخشع، وأصبح الدعاء يومها يسمع، دعاؤهم يسمع، الواحد منهم يدعو ربه فيستجيب له ربه. سمي عمر الملهم، وسمي عمر المحدث، إن يكن في أمتي محدثون فمنهم عمر، وإن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. لو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله جعل الحق على لسان عمر واكتفى لقلنا إن عمر صاحب أقوال، وما أبعد الفرق بين الأقوال والأعمال، لكن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، إشارة واضحة أن الرجل ظاهره وباطنه سواء، ليس عنده انفصال، ليس يلقاك بوجه أبي بكر وبقلب أبي لهب، ليس عنده ظاهر وباطن مختلف. فهذه صفات المنافقين، فالمنافق يظهر خلاف ما يبطن، لكن المؤمن واضح، لأن الحق اسم من أسماء الله، والحق أبلج وضيء منور وهاج، بخلاف الباطل فإن الباطل لجلج. سبحانك يا رب. عمر دخل عليه حذيفة بن اليمان حافظ سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرآه مهموما نكدا فجلس بجواره. ما الذي أهمك يا أمير المؤمنين؟ قال خشيت على نفسي يا حذيفة. قال من أي شيء تخشى؟ قال أخاف أن تزل قدمي بعد ثبوتها، أو تصدر مني حركة، أو أنبت بلفظ كلمة تكون مخالفة للعهد، وأخشى أن يستمعها الناس الرعية فيسكتون هيبة لي أو مجاملة لأني الأمير فيؤاخذني الله بها. فوقف حذيفة وقال أبشر يا عمر، اسمع يا أمير المؤمنين، والله الذي رفع السماء بلا عمد، لو وجدنا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا، والله الذي رفع السماء بلا عمد، لو وجدنا فيك انحرافا أو اعوجاجا أو لفظا نابيا أو حركة وضيعة لقومناك، وإن احتاج التقويم إلى السيوف فنحن جاهزون بها. هنا تهللت أسارير وجه عمر ورضي بما سمع وقال الحمد لله والشكر لله أن جعل في رعية عمر من إذا انحرف عمر قوموه بالسيوف. حاكم عادل يحرص على رضا الرحمن، وقاف عند حدود الله، بكاء من خشية الله، وهو يسير في الطريق وحوله نفر من الصحابة، إذ بامرأة عجوز تنادي عليه من الخلف: يا عمر يا عمر يا ابن الخطاب. فوقف واستوقف ونظر خلفه، فإذا بعجوز تتهادى على عصا لها حتى وصلت إليه ومدت يدها إلى كتفه
وقالت له: إيهن يا عمر، إيهن يا ابن الخطاب، إيهن يا عمر، إيهن يا ابن الخطاب. مرحبا سيدي، الله يعزك سيدتنا. ربنا يبارك فيكم، ربنا يبارك فيكم، ربنا يبارك فيكم، ربنا يبارك فيكم. إيهن يا ابن الخطاب، إيهن يا عمر. فنظر إليها ووقف أمامها كالطفل المؤدب. قالت له: كنا نناديك وأنت صغير ويقولون عميرا، فقلنا يا عمير، ثم كبرت فقالوا عمرا ونادوك بعمر فقلنا عمر، ثم كبرت وعلوت فقالوا أمير المؤمنين، فأنت الآن أميرا للمؤمنين. اسمع يا ابن الخطاب، اتق الله في الرعية، فإن من أيقن بالموت خاف الفوت. اتق الله في الرعية، فإن من أيقن بالموت خاف الفوت. فوقف أمامها ولم يحرك بنت شفة. فاستنكر أحد الشباب أن هذه العجوز تنهره بهذه القوة وتهز أكتافه وهو الأمير، وقال لها: يا امرأة، كيف تتجرئين وكيف تتخوضين وكيف تنادين على أمير المؤمنين بقولك يا عمر؟ كيف تطقين بهذا؟ من تكوني أنت؟ فأشار له عمر: اسكت اسكت والزم الأدب، إنك لا تدري من تكون. هذه خولة بنت حكيم سمع الله قولها من فوق سبع سماوات، أفلا يسمع لها عمر بن الخطاب؟ فمن يكون عمر بجوار الله رب العالمين؟ إنها خولة بنت حكيم التي جادلت في زوجها أوس بن الصامت، جادلت فيه وقد ظهر منها، ورسول الله يقول لها: لا أجد لك عندي حلا، وهي تستعطفه وتشكي عذرها وتبكي بين يديه، والنبي يقول لها: أنا لا أملك لك من أمرك شيئا، إنما أنا متبع ولست بمبتدع. فيتدخل الله أحكم الحاكمين ويفتي في هذه القضية ويحكم في قضية الظهار. ثم أخرج النبي الكفارة من بيته وأعاد الزوج إلى زوجته رحمة بالصغار. إنك لا تدري من تكون هذه المرأة التي تعظني، إن كنت أنت تجهلها أنا أعرفها تمام المعرفة. هذه التي أجابها الله من على عرشه وكرسيه وأنزل فيها قرآنا يتلى إلى يوم الدين، هذا هو عمر. لم تأخذه العزة بالإثم، لم تسول له نفسه على أنه أمير أو خليفة، لم يغره المنصب، لم يتبجح في وجود الجمهور، لم يستشعر الصغار والإهانة ومن تكون هذه العجوز وكيف تتجرأ على أمير المؤمنين وكيف تناديني بدون ألقاب، ومن سمح لها بذلك؟ مثل هذه تؤدب، مثل هذه تغيب، مثل هذه يفعل بها الأفاعيل. لكن عمر كعهد الصحابة وقافين أمام حدود الله وبكائين من خشية الله. وبعد الفاروق عمر أقبل الحيي عثمان بن عفان ذا النورين، وكان بكاء من خشية الله، وكان وقافا عند حدود الله، كان يهفو في الليل إلى مقابر البقيع دون أن يراه أحد،
وهناك يجلس باكيا في طرقات المقابر، يبكي على نفسه متحسرا متأوها نادما باكيا، ويشكو إلى الله ويقول: يا ليتني كنت رمادا، يا ليتني كنت رمادا. لما لم يقل يا ليتني كنت ترابا؟ لأن هذه كلمات الكفرة الفجرة. أما أهل الله وأصحاب رسول الله فهم أصحاب الفقه كله وأصحاب أصول الفقه كلها، وقفين على معرفة، بكائين من كثرة الخشية: يا ليتني كنت رمادا. ثم تأتي أمنا عائشة فتبكي بمفردها وفي ظلام الليل، وتقول مقولة مريم العذراء: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. رحم الله الحج عبد الظاهر أبو خاضر، وأجزل له العطاء، وبارك في أولاده وأحفاده وإخوانه وعشيرته وآل بيته وكل عائلته، وجعل هذا المحفل القرآني البهيج تلاوة وحديثا في ميزان حسناته. فاللهم أجزل له العطاء، وبارك له في عمله الصالح، وتقبل هذه الصدقات، وتقبل هذا القرآن الكريم، وتقبل هذه الموعظة الحسنة، واجعلها في ميزان حسناته. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، وأوردنا حوض النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحمنا إذا ما صرنا إلى ما صار إليه. خير ما يهدى إلى روح فقيدنا الغالي في ذكراه السنوية الثانية ثواب الفاتحة. يا حي يا قيوم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم أمين. اللهم صل على النبي وآله عدد كمال الله وكما يليق بكماله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.